هل تعلم عزيزي المتابع أن منتخب استراليا الذي سوف يواجه يوم غدا منتخبنا الأولمبي العراقي هم 9 لاعبين مغتربين في أندية إنجلترا وألمانيا وأيسلندا واليونان، وإحنا كاردو صديق لاعب كريستال بالاس الإنجليزي داق احتياط الولد وما حد يعرف بكم الأوراق السناطي، وعلي الموسوي غلسوا عليه وزيدان إقبال حاربه والحمادي يفترون عليه. توقعاتكم للمباراة غدا مع المنتخب الأسترالي؟ السلام عليكم شباب، وياكم أنس أخبار المنتخب العراقي. قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وآل محمد، سوي لايك للفيديو، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. قبل مواجهة استراليا مدرب المنتخب العراقي سكوب يقول فريقنا بأعمار صغيرة لكن لدينا تشكيلة واعدة من اللاعبين. منتخب استراليا قدم نفسه كمنتخب قوي أمام الكويت لكن لدينا انطباع إيجابي عن قدرتنا بتحقيق الفوز عليهم. مباراة استراليا ستحدد من هو المتأهل، وإذا خسرنا سوف تصبح فرصة التأهل ضعيفة جدا. تصريح المدرب الاسترالي تريفور مورغان يقول منتخب العراق كان رائعا للغاية أمام الأردن، لديهم لاعبين موهوبين وروح هائلة، لقد عملوا بشكل جيد للغاية، الفوز يعطينا الثقة ونحن نتحلى بالواقعية في تحليل الأداء. ينتابنا شعور جيد لأننا نسير بالاتجاه الصحيح لكن دائما هنالك أشياء يجب العمل على تصحيحها. أنا سعيد بما قدمه بدلائنا حيث قاموا بواجباتهم بشكل ممتاز ولذلك يمكننا اللعب بطريقة مختلفة ولدينا المرونة لإجراء التبديلات عند الحاجة. بالصور منتخبنا الأولمبي العراقي يكمل تدريباته وتحضيراته لمواجهة نظيره الأسترالي يوم غدا ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عام. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي العراقي وإن شاء الله الفوز على أستراليا وتحقيق 3 نقاط. مواجهة أستراليا حسن عبد الكريم يقول نمني النفس أن تكون النتيجة أمام أستراليا إيجابية هي تعزيز الحظوظ لتجاوز دور المجموعات وسنقاتل في الملعب كل دقيقة لتحقيق ذلك. مسؤوليتنا كبيرة تجاه جماهيرنا التي تنتظر الفرحة تحقيق إنجاز يليق بسمعة وتاريخ الكرة العراقية، الأمر الذي يجعلنا كلاعبين نتعهد لتحقيق هذا المطلب الشعبي. الاتحاد الإنجليزي يختار مدربين عراقيين ليكونا مطورين لمدربيه ومساهمين في تكوينهم في دورات منح الرخصة سي. المدربين هما ثائر الخطيب ورأفة السعيد 27 عام. المدربين يعملان في أكاديمية نادي واتفورد ويحملان الرخصة بي من الاتحاد الأوروبي طور الحصول على الرخصة أي. الإعلام الرياضي عدنان لفت يقول نحن في العراق بيئة طاردة للمواهب ولا ألوم كاردو صديق على تصريحاته. رئيس رابطة مشجعي الزوراء أمير المالكي يقول لن يكون هناك ممر شرفي لفريق الشرطة. حبايب قلبي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله، نلتقي في فيديو جديد.